ولكل خير وفقنا، وعن بابك فلا تبردنا، وتولنا بالحسنى، وزينا بالتقوى، واستعملنا بطاعتك ما أخفيتنا، واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واكشف كروبنا، وأصلح ذات بيننا، وألف في طاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا. اللهم جمل أقوالنا، وسدد أكوالنا، وأصلح أعمالنا، وطهر قلوبنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، واشفي مرضانا، واهد بفضلك ديوننا، وأسر بكرمك شؤوننا، واجعل إلى رحمتك ورضاك في دار كرامتك منقلبنا ومصيرنا. اللهم إن لك في هذه الليلة كل ليلة من شهر رمضان
سيدنا محمد وصلي بجلالك على سيدنا محمد.